ان انا عندي 3 conditions. عندنا طبعا الحالة الزيرو كونديشن الاول، وبعدين الفيرست والسكند والثيرد. تعالوا نشوفهم كده بالترتيب مع بعض. بصوا هعلمهالكم زي ما علمتها لبريب 1 امبارح او امبارح، بطريقة سهلة جدا وتبقى بسيطة علينا في choose the correct answer. تمام؟ ايه هي؟ بصوا كده عامله زي الميزان. اذا جت اف في الزيرو كونديشنال او الحاله الصفريه، فده معناه ايه؟ ان انا هتكلم عن ناتشر فاكتور او الحقائق العلميه، وده هيكون باستخدام ال present symbol والكفة التانية كمان present symbol أو مضارع بسيط. يعني ايه؟ يعني infinitive أو plus s، infinitive أو plus s. تمام؟ ده أول ميزان عندنا. صعبة؟ ها ندى، do you understand؟ yes. عبد الله yes. اوكي طيب تعالوا نشوف الميزان التاني، وهو اللي بنتكلم فيه عن الفيرست كونديشنال او الحاله الاولى. طيب الحاله الاولى بتكون الجمله اللي بعد الاف في البريزنت سامبل، يعني infinitive أو plus s، والتانية هتكون في ال future sample أو المستقبل البسيط. تمام؟ أوكي؟ معايا؟ معاكي. تمام. طيب present sample يعني infinitive أو plus s، و future sample يعني will with infinitive. انا قصدي ايه فكره الميزان؟ قصدي ان احنا لما نلاقي الجمله دي موجوده في البريزنت سامبل دايركتلي نقدر نختار هنا ويل والانفينيتيف. طب لو هو مديني ويل والانفينيتيف اعرف ان الجمله الثانيه بريزنت سامبل. صعبه؟ طيب تعالوا نشوفها بقى في السكند كونديشنال. او الحاله الثانيه الجملة بتبدأ بال past simple اللي هي الجملة اللي بعد ال if طبعا، والتانية بتكون would we ال infinitive. صعبة؟ يبقى لما يكون الفعل هنا في ال past بعد ال if الجملة التانية هتبقى would we ال infinitive. تمام؟ اوكي تعال نشوفها بقى في الثيرد كونديشنال او الحاله الثالثه. خدوا بالكم ان الثيرد كونديشنال دي بتتكلم عن المواقف الايماجينيشن يعني الخياليه. لما يجي بعد الاف باست بيرفكت او ماضي تام، الجملة الثانية هتيجي what have we be be. what have we be be. صعبة؟ تمام ممتاز جدا. طيب نيجي لسؤال مهم جدا كل الناس بتسأل عليه، يا ترى الريبورتد سبيتش اللي حملنا ربنا ان الامتحان جاي اختيارات بسببه وما فيهوش ريرايت هيكون شكله ازاي في الامتحان الالكتروني او هيجي لنا عامل ازاي؟ تعالى انا اوريكم الاسئله اللي بتيجي عليه. اول
الجزء وهو الجزء الخاص بفعل القول. إذا جه هنا subject أو شخص وهنا object أو فعل. نعم. هو ممكن يجي verb speech بطريقة الشوفر الفلسر؟ هو يجي في الشوفر 7 why not؟ بس بصراحة أنا مستبعدية. تمام؟ تبدأ الجملة بالسبجكت وفي object كده وهنا space. أعرف إن الفعل اللي هنا مختارينه هو told. ليه؟ لأن أنا ما ينفعش أقول أحمد سيد منى، يا إما أحمد ست منى وإحنا أصلا الست بتتحول إلى told، يا إما أحمد told منى. تمام؟ تمام؟ حاجة تانية كمان ومهمة جدا جدا، إيه هي؟ إنك لازم تعرف طالما أنت بتتكلم عن statement أو جملة خبرية، فبالتالي أداة الربط بتاعتك هتكون كلمة that وبعدها طبعا subject. اوكي تمام. طب لو كويستشن، هو دايما بيلعب في الكويستشن كتير، يحب يلخبطكم بيها. اول حاجه كويستشن معناها ان فعل القول بتاعنا هو asked او wondered او حتى wanted to know، مظبوط. ولكن هنا بقى الكويستشن هيكون شكله عامل ازاي؟ نعم يا عبدالله، ممكن يا تيتشر تصوري البورد بعد ما تخلصي شرح؟ حاضر يا عبد الله. اوكي طيب كويستشن بقى يكون عامل ازاي، او هو يجيبولي في الامتحان الالكتروني ازاي؟ تعالى اوريكم. طبعا احنا عارفين ان احنا الفعل هنا هيكون ايه؟ wondered asked wanted to know. طيب بعد كده المفروض ان احنا عندنا ادتين بنربط بيهم، يا اما اف A whether لو الفعل بتاعنا لو سوري لو السؤال بيبدأ ب question word طبعا اللي هي زي do وال does وال did وال have وال has، أو إنه يبدأ بأداة استفهام. التكاية هنا بقى إزاي؟ إن إحنا لازم نعرف إن في الجزء ده كده تمام بيجي الإيه؟ ها؟ ال subject، لأن إحنا بنقول إيه؟ بنحول الجملة إلى سؤال. سوري بنحول السؤال إلى جملة. يعني لما ألاقي إف أو وزن أو أي أداة استفهام، أي واحدة من دول، وأنا مغمض عيني أجري على السبجكت، أعمل زي جورج قرداحي وأحذف إجابتين. إزاي؟ أي هيلبنج فيرب أو فعل مساعد ماليش دعوة بيه، هدور على الجملة اللي فيها إيه؟ سبجكت أو اللي بتبدأ بسبجكت. As example مثلا على asked محمد if وspace وبعدين is he a doctor was he a doctor he was a doctor he is a doctor. تختاروا ايه؟ مش فاهمة حضرتك تعملي اسئلة او ممكن تقول تاني؟ هكتبه بس الصوت ساعات بيكون مش واضح فانا مش طيب. مروة أسكت محمد F و space A دكتور. تمام؟ الإجابات بقى He is Was he was Is he هختار مين؟ He was a doctor. بالظبط كده. أول حاجة هحذفها هو اللي بيبدأ بإيه؟ بهيلبنج فيرب، وهختار طبعا اللي بيبدأ بسبجكت. وطبعا الريبورتد سبيتش كله لازم تتعاملوا مع الفعل في الماضي، لازم ناخد الفعل فين؟ في الباست. صعبة؟ الباست. تمام. حلو. طيب what about present perfect؟ ايه رايكم في present perfect المضارع البسيط التاني؟
البريزنت بيرفكت بيتكون من ايه؟ ها البريزنت بيرفكت بيتكون من ايه؟ سبجكت هاف اور هاز وبعدها الفيرب فين؟ في البي بي. في البيبي. بيبي. Yes, right. صعبة؟ لا. تمام. طيب طبعا أنا عندي امتحان إلكتروني حلو جدا. تمام هبعته لكم بعد الحصة إن شاء الله بحيث إن أنتوا تمتحنوه وتبعتوا لي ال ديسا. هو ينفع حضرتك تعمل لي شير سكرين على الامتحان مش مرة؟ أو واي نوت مش مشكلة. نسوي واحد ده خلصنا ولا لسه في تاني؟ لا انتوا عندكم اي سؤال في اي جرامر تاني؟ لا انا حضرتك كده جبت الحاجات اللي كان بالنسبه لي صعبه شويه. هيا ندى ندى ها في اي حاجه واقفه قدامك تاني في الجرامر؟ شكرا يا تيتا. عبد الله ممكن تشير نعم يا عبد الله ممكن تشرح البسط لا مش البسط اللي هو الروبوت سبيتش بس تفصيل شويه مفيش مشكله طيب اقول تاني reported speech reported speech طبعا انا اتكلمت في الجزء الخاص بالاسئله او الاسئله بتيجي ازاي زي ما قلت لك اهم حاجه ان انت تتعامل مع الافعال في الماضي لان ما ينفعش نتكلم عنها في المضارع تمام طيب في حاجه كمان مهمه جدا بقى غير reported speech كنت عايزه اتكلم معاكم فيها ايه الفرق ما بين present perfect والpast perfect بست ايه تيتشر؟ المفروض البريزنت بيرفكت ده بيبقى مضارع والباست بيرفكت ده ايه؟ باست بيرفكت ماضي بريزنت بيرفكت مضارع والباست بيرفكت هو ماضي بريزنت بيرفكت او المضارع التام بيعبر عن ايه؟ when I took about an action which started in the past but it had some effects in present يعني بتكلم عن حدث كان في الماضي وبعدين حصل عليه effects او كان فيه effects او اثار ليه ما انتهاش لسه لم ينتهي بعد اما ال past perfect او الماضي التام when I talk about an action لما اكون بتكلم عن action which started and finished in the past بدأ وانتهى فيه الماضي تمام وبحصل بفعل بعده كمان بدأ وانتهى هو كمان في الماضي صعبة؟ نعم هو حد غير في الادوات اللي احنا بنستعملها في البريزنت وباست اه طبعا البريزنت بيرفكت يعني هاف او هاز وبيبي اما الباست بيرفكت فهو هاد وبيبي هاد بيبي صح مظبوط اوكي ها سوا نتيجه لا طيب عايز اسال سؤال الفرق ما بين الافتر والبيفور امتى اختار افتر وامتى اختار بيفور افتر ده يعني بعد يعني كذا كذا صح بعد ايه بيفور يعني بعد يعني ايه اللي بيجي بعد الافتر افتر ايه حاجه فيوتشر ايه اللي بيجي بعد الافتر يبقى تقول
بتقول حبيبتي. ايه الباست اللي بيجي بعد بعد الافتر؟ بعد الافتر بيجي هاد والبي بي او الباست بيرفكت الماضي التام، اما بعد البيفور بيجي الباست سيمبل او الماضي البسيط. يبقى معنى كده ان انا لما الاقي هاد والبي بي اجري بسرعه اختار افتر ابدا بيها الجمله، اما لو لقيت الفيرب بلس اي دي او تصريف تاني فده معناه ان انا بتكلم عن الايه، عن البي فور او هبدا بالبي فور. سوا. طيب عايز اسال كمان وايل، ايه اللي بيجي بعد وايل؟ وايل يس المفروض اظن بريزنت لا باست كونتينيوس ماضي مستمر was aware والفيرب بلس ing. طيب ايه اللي بيجي بقى بعد الهوين؟ الهوين يس بست ها تيتشر نعم بست الباست سمبل الباست سمبل تاني سمبل يس تاني. يبقى بعد الهوايل باست كونتينيوس او ووز اوير والفيرب بلس ان جي، لكن بعد الهوايل باست سمبل يعني السبجكت والفيرب في الاي دي او في التصريف التاني. تمام تعال نشوفها كده بقى على البورد. تمام كده كويس؟ اه اوكي. ايه كنت بتقولي ايه؟ هناخد دلوقتي الريلاتيفز او الروابط. بصي كده على البورد، لوك ات البورد. نقولها تاني؟ أيوة يا مس. تمام ازيك يا ريماس عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا رب دايما. وحشتيني يا راموسي. وانتي كمان يا مس. نشوف الافتر. ثواني ندى، do you hear me؟ تاني الافتر او بيجي بعدها ايه؟ past perfect او الماضي التام، والجملة التانية past simple او الماضي البسيط. تمام past perfect او past simple. طيب ما past perfect طبعا اللي هو الهاد والبي بي، اما الباست سمبل هو الفيرب بلس دي او التصريف التاني. تمام طيب ده بالنسبه للافتر. طب امال البيفور؟ البيفور عكس الافتر، يعني ايه؟ يجي بعدها past simple او ماضي بسيط، والجمله الثانيه past perfect او ماضي تام. تمام
طيب حاجة مهمة، اوكي حاجة كمان مهمة جدا، ايه هي؟ why و why دي معناها ايه؟ معناها بينما، معناها بينما. يجي بعدها past continuous او ماضي مستمر، والجملة الثانية بتكون في ال past simple او في الماضي البسيط. تمام؟ صعبة؟ لا طيب بس continuous طبعا معناها will the will، والverb plus ing، والpast simple بتكون الverb plus ed. طيب نيجي بعد كده اللي هو طبعا after معناها بعد، وwhen معناها قبل. طيب نيجي بعد كده لوين او معناها عندما، وين عكس الواي يعني بيجي بعدها الباست سيمبل اللي هو الاي دي او التصريف التام التصريف التاني، والجملة التانية بتبقى في الباست كونتينيوس او الماضي المستمر يعني was the where والverb plus ing. طيب حاجة تانية مهمة جدا، till و until، بس till و until دول ما بيقولوا غير في النص بس كده بالشكل ده. يجي بعدها past perfect زي ال after يعني had will be be. طيب قبلها past simple ماضي بسيط، ولكن لازم يكون في النيجاتيف في النفي. يعني ايه؟ يعني التل والانتل تيجي قبلهم didn't والانفينيتيف او wasn't أو weren't وبعدهم أي اسم أي نوم. أما الجملة اللي بعدهم ده اللي بعد التل والأنتل دايما تيجي في الهاد والبيبي. تمام؟ ناخد بالنا كمان من حاجة مهمة جدا جدا، وهي إيه؟ إن إحنا مهما نتكلم لو هنا إحنا كل الجمل دي بنتكلم عنها لو السبجكت موجود. اما مثلا لو السبجكت مش موجود فالقاعده بتقف عند الفيرب اي ان جي، يعني مثلا افتر يجي سبجكت هاد وبي بي، ولكن في حاله عدم وجود سبجكت بنجيب الفيرب في الاي ان جي. صعبه؟ تمام. والبي فور نفس النظام، يجي بعدها الفيرب اي ان جي ولكن الجمله الثانيه تفضل في الباست بيرفكت زي ما هي. صعبه؟ ها تمام فاهمين؟ نعم. اما يخلص يدخل ثاني تيشر لا ان شاء الله بعد ما نخلص باذن الله هبعت لكم الامتحان الالكتروني. تمام؟ طبعا هو فيه ستوري، اتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتوا ايه تقفلوا فيه. اتفقنا؟ اكيد. سؤال هو كم سؤال؟ كم تيشر؟ يعني 50 بس. والله حلو قوي. اه صح؟ جميل. ده هو مش هو الامتحان ده شبه حضرتك الامتحان حضرتك حليناه مع بعض قبل كده؟ ايوه حليناه انا وانت يا بتقول. طيب دلوقتي بقى معاكم 5 دقايق. نعم. سكند ترم ولا فيرست ترم؟ لا ميكس حلو كده. في ستوري على فكره. دلوقتي معاكم 5 دقايق، لو اي حد عنده اي كويشن عن رول معينه او قاعده معينه اتفضل. والله ميس. ها ندى عندك اي سؤال؟ لا ريماس ميس.
No teacher. بتقول؟ No teacher. عبد الله؟ No teacher. ممتاز. اوكي دلوقتي انا هسيبكم ان شاء الله تقعدوا تبداوا تحلوا في الامتحان الالكتروني لوحدكم، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتوا كلكم تقفلوا فيه. اوكي after the session I will send you the link of it. اتفقنا؟ اوكي اوكي شكرا. حاجة خلصنا ولا لسه نكمل؟ Yeah we are finished. If you have any question just tell me. يعني لسه انا ممكن انا بذاكر يعني لو انا ربنا حاجة اقول لحضرتك؟ طبعا يا بتقول مش محتاجة يعني. انا الحصة اي حاجة انا معاكي النهاردة طول النهار طول بكرة ان شاء الله، اي حاجة تقف قدامك في اي وقت بعتيها. شغل جدا يا ميس. عارفة حبيبي. انا ان شاء الله باذن الله بعد الحصة بتاعتكم عندي حصة تايم سادس تمام هخلصها وهكون في انتظاركم كلكم. اي حد بس بعته لانه يعني امتحان الكتروني امتحنوه دلوقتي واحنا لسه واخدين جرامر، وعشان كده كده النتيجة بتاعته بتوصل اورال عليا على طول. اوكي تمام. المرة دي بتقول هتحليه لوحدك من غير اي هيلب. اوكي اوكي اوكي. First of anything I wanted to thank you very much. I was so happy with you you all تمام and I like my time with you. خليني اقول كده كلكم هتوحشوني اكتر من بعض. ليك انا هتوحشوني اكتر جدا يعني. نعم ابيك بحبك جدا على مجهودي وبجد واسف في يوم اذيت حضرتك او اذيت حضرتك. تمام اوكي. Do you have any question؟